السلام عليكم. صراحة عجبتني هالطريقة هيدي، عم نستفيد من الوقت، عم نسوق، عم نقضي مشاويرنا، وبنفس الوقت عم نسجل الدرس، وهيك انتو كمان عم تكزوا معي. الحاصل نحن المرة الماضية لما حكينا عن مؤشر التنمية البشرية، قلنا بأنه هذا المؤشر هو أساسي لحتى نوضح تقسيم دول العالم بين دول عالم الشمال ودول عالم الجنوب. اليوم رح نحاول نحكي بشكل سريع عن شو هي الدول يلي تصنف ضمن عالم الشمال وشو هي الدول اللي هي تصنف ضمن عالم الجنوب. اولا وقت اللي نحن بدنا نحكي عالم الشمال، فاذا مثل ما قلنا نحن بنقصد هي الدول اللي عندها مستوى مرتفع جدا بمؤشر التنمية البشرية، هي الدول يلي عندها مستوى رفاهية جيد، هي الدول يلي عندها مستوى ديمقراطية مرتفع. عالم الشمال نحن بنقصد فيه هي الدول يلي موجودة ضمن المنطقة المعتدلة الشمالية، غالبية هالدول هيدي ضمن المنطقة المعتدلة الشمالية، وبالإجمال هي دول صناعية. طيب إذا ما نيجي نطلع على قارة أمريكا، فأنا بلاقي بقارة أمريكا كلياتها في عندي دولتين فقط من ضمن عالم الشمال، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. أما إذا بدي إجي أطلع على قارة آسيا، فأنا بلاقي في عندي 4 دول من ضمن عالم الشمال. أول دولة هي اليابان اللي هي إحدى الأقطاب الاقتصادية إذا منتذكر، وعندي أيضا 3 دول أطلق عليهم اسم التنانين الثلاثة، وهي كوريا الجنوبية، تايوان، وسنغافورة. إذا بيجي بتطلع على قارة أوقيانيا، فأنا بلاقي أيضا في عندي دولتين يلي هن أستراليا ونيوزلندا. بينما بقارة أفريقيا ما في عندي ولا دولة في عالم الشمال، وبقارة أوروبا هي كل دول القارة هن من ضمن عالم الشمال. طيب خلونا الآن ننتقل إلى عالم الجنوب. عالم الجنوب من اسمه هو موجود في جنوب هذا الخط اللي شفناه المرة الماضية اللي هو اسمه خط برانت، وسابقا ما كان يطلق عليه اسم عالم الجنوب، وإنما كان أحيانا يسموه بدول الأطراف، أحيانا كانوا يسموه بدول العالم الثالث، أحيانا كانوا يسموه بالدول الأقل نمو أو بالدول النامية، وحتى بفترة من الفترات كانوا يسموها بالدول المتخلفة. فإذا عالم الجنوب هي بشكل مختصر هي الدول اللي عم تعاني، هي دول غير صناعية بالإجمال بحسب مؤشرات التنمية البشرية، زائد بحسب المؤشرات الثانية اللي شفناها بالدرس الماضي هي عم تسجل مستويات منخفضة. لكن مع ذلك إذا بتتذكروا بأول درس حكينا فيه، قلنا بأنه العالم فيه كم كبير من التناقضات، فمثل ما أنا عندي تناقض بدول عالم الشمال، أيضا في عندي تناقض بدول عالم الجنوب. فبلاقي في عندي دول صناعية، بل يطلق عليها اسم عملاقة الجنوب اللي هي الصين والهند، هن دولتين عندهم تقدم صناعي، عندهم اقتصاد ضخم، وإن كان هذا الاقتصاد وقت اللي تقدم أو وقت اللي بني هذا الاقتصاد فإنما كان بسبب مساهمة الشركات متعددة الجنسيات اللي قلنا أنه هي انتقلت من عالم الشمال وراحت إلى عالم الجنوب. طيب وين صرنا نحن؟ يلا سويني بس لحنا نلف اللفة. حاصل بنرجع، فإذا في عندي دول غنية نفطية، تحديدا هي الدول النفطية مثل دول الخليج العربي يلي عندها مستوى معيشي مرتفع. هذا المستوى المعيشي المرتفع هو نتيجة العائدات المالية الضخمة يلي جاية من تصدير البترول. عندي أيضا من دول عالم الجنوب هي دول يطلق عليها اسم دول حديثة التصنيع، الآن بلشت فيها مصانع عم تنشأ وعم تكبر وبلش اقتصادها عم ينمو، مثل البرازيل، مثل الأرجنتين، مثل جنوب أفريقيا، مثل ماليزيا والعديد من الدول. كمان أيضا في عندي دول هي يطلق عليها اسم دول موجودة بمرحلة التحول. كيف يعني بمرحلة التحول؟ يعني هيدي الدول صح انه هي بلشت عم تحقق مستوى جيد بمؤشر التنمية البشرية، ولكن هي ما تزال عندها مشاكل سواء اقتصادية ولا اجتماعية ولا حتى أمنية، عندها ما يزال مشاكل كبيرة.
من هالدول هيدي مثلا عندي الدول اللي موجودة بشمال أفريقيا، عندي إيران، عندي لبنان، عندي باكستان وغيرها من الدول. بالمقابل في عندي دول يطلق عليها اسم الدول الأقل نمو في العالم، عندها مشاكل كيف ما نبرمج وشها، في عندها مشاكل مثل اليمن، مثل أفغانستان، مستوى معيشي متردي جدا، مستوى اقتصادي متردي جدا، مستوى اجتماعي صعب، مستوى حتى بالمعيار السياسي كمان صعب. كلياتا هيدي عوامل أدت إلى أنه جعل دول شديدة النمو، دول أقل نمو. وطبعا بقلب كل دولة سواء بعالم الشمال أو بعالم الجنوب في عندي تفاوت طبقي وفي عندي تفاوت اجتماعي كتير رهيب بين أفراد المجتمع اللي ساكنين بقلب هالدول هيدي. نحن إن شاء الله بالفيديو الثاني بإذن الله رح نحاول نحكي شو هي أبرز خصائص عالم الشمال وشو هي أبرز خصائص عالم الجنوب. وهي ابتسامي مشان ما تقولوا لي ابتسم يا أستاذ، والسلام عليكم.